هو أنت ذلك؟ كابتن تامر، أهلا وسهلا. أو 25 مقابلة في المنتخب الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك. سعيد رزقي، أنا محلل قناة بين سبور، رياضي سابق في الكرة المغربية. من ناحية اللاعبين الفلسطينيين فأنا سبق لي شاهدت اللاعبين، شاهدتهم من خلال بعض المباريات الدولية لأنهم لاعبين منتخب، فمن خلال المباريات الدولية تبين لي أن عندهم مستوى كبير، يعني مستوى يمكن يعطي إضافات كبيرة للكرة المغربية وكذلك للأندية المغربية. فريق حسنية أكادير كان هو النادي الأول اللي استجب لهذه الدعوة، كذلك نهضة بركان استجبوا لهذه الدعوة، فيعني تم يعني اقتحام اللاعبين لهذا المجال إن صح التعبير وجلبهم لفريق حسنية أكادير. أظن أن اللاعبين هم من اللاعبين المتميزين، عندهم قيمة إضافية. سيشاهد الجمهور اليوم أن اللاعب الفلسطيني هو لاعب مهاري جيد متميز لديه اللياقة البدنية الشيء العادي. وريدات من الظاهرية فلسطين، شعور رائع وحلو، مبسوط جدا اني موجود هون بين اهلنا بالمغرب وبين نادي حسنية اغادير، وان شاء الله تكون شعور رائع وامور ايجابية ان شاء الله بقادم الايام. ان شاء الله راح اكون عامل بصمة، ان شاء الله تكون اول لاعب فلسطيني ان شاء الله يحقق بطولة الدوري المغربي ان شاء الله، والمشاركة الاسيوية وتسجيل الاهداف ان شاء الله. اكيد اخوي تامر صيام تامر معروف ولاعب دولي، بتمنى له التوفيق وبتمنى نساعد بعض ان شاء الله لنكون ايد واحده ان شاء الله لكل وكل الفريق واصدقائنا بالملعب لان نخدم اهداف النادي ان شاء الله. احب احكي لنادي حسنيه اغادير، بتمنى تكونوا مساندين بشكل ايجابي وبتمنى المناصره داخل الملعب وان شاء الله دائما نكون فايزين. سوس 24 وشكرا لاهل سوس، يعني دائما في منح لهذه المنطقه، يعني أحل سعيدا وأعود أكثر سعادة. بالنسبة لسؤالك أستاذي العزيز حول اللاعبين الفلسطينيين، يعني وهذه سابقة يعني في الدوري المغربي، وأنا ربما لقيتني الآن كنت نحاور في اللاعبين، بصراحة عبروا على سعادة كبيرة وعبروا على طموح كبير عندهم، وهم خاصة أنهم يعرفوا نادي حسنية أكادير، نادي اللي يبحث بواحد البحث كبير يعني لمصالحة الألقاب، لأن عرفوا النادي الحسنية اللي يلعب الكرة الجميلة والكرة الجماعية، وعبروا بأنهم هما يعني جاهزان لتقديم الإضافة للنادي، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.